صباح الخير بالنور والسرور، انظروا اليوم يتساقى طفل جديد. أمي خرجت بالطعام لإطعام الحيوانات. الثلج رطب، إنه يذوب بمجرد لمسه للأرض. ليندا جائعة، شهية طيبة لليندا. ما شاء الله، انظروا إلى هذا الطابق، هنا بطاطس وفوقه بيض وفوقه جبن. هذا السمك، هذا خيار. الآن سأكل آيس كريم بوظة دندرما. لذيذة جدا. انظروا إلى النباتات، إنها تمتد إلى الشمس. أكل شوربة مليئة بالفيتامينات الطبيعية. أمي ماذا طبختي؟ كارتوبل. كنت شنو عشان الكارتوبل؟ بطاطس. نص طن بودريس. أرى من هنا. تربا. ونا عشان الكارتوبل عشان تربا نص طن. ما شاء الله، شهية طيبة. هنا بطاطس محمر في الفرن بالفطر والخضروات الأخرى. تفتح أمي الخيار، زجاجة الخيار، إنه لذيذ. أمي حضرت الخيار في فصل الصيف لنأكله في الشتاء. ما شاء الله. Рибку ментай посмажем. Зразу муку. Так ли у мене самок? Яйце. Аволян тахин, бада заліка бейд. هو السمك الذي نقليه الآن. الدفعة الأولى. بالهنا والشفاء. بعد ظهورنا.